بهيدا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل نيو بروجي على الفيجوال ستوديو. اول شي منروح على ستار، منكبس فيجوال ستوديو بيفتح عنا بهيدا الشكل. بس يفتح عنا في عنا طريقتين لنعمل نيو بروجي، يا بقوم على فايل بعمل نيو بروجي، فايل نيو بروجي، او في دغري يجي لهون اكبس نيو بروجي، نيناتون نفس الشيء. من بعد ما اعمل نيو بروجي بالاول حنشتغل على فيجوال سي شارب، نقل فيجوال سي شارب اذا كان موجودة هون بنقل على فيجوال سي شارب. من بعد ما فوت على فيجوال سي شارب بنقل كونسول ابليكيشن. هون بيجي بحط النيم، شو بدي سميها؟ لنفترض بدي سميها introduction. مثل ما شايفين اسمه solution name كمان بيصير اسمه introduction. نقي هون وين بدي سيفها وبكبس اوكي وبنطر ليفتح عندي. بس يفتح عندي بيفتح عندي بهذا الفورم. اول شيء بس يفتح البروجي بيفتح بهيدا الفورم. هاو كلهم هلا ما رح نشرحهم، حنرجع نمرق عليهم شوي شوي. ولكن انا حاجي على المين، مطرح ما في اثنين كروشيه اكتب هون مثلا بدي اطبع على الشاشه، رح اكتب كونسول. وبدنا ننتبه كتير منيح انه السي شارب سنسيتيف، يعني الحرف السي بده يكون كابيتال لتر، سول دوت رايت. في عندي رايت وفي عندي رايت لاين، بدي افتح البراكت واكتب بقلبها مثلا هلو. وبس بدي انهيها، دايما بدي انهيها فاصلة منقوطة. بس اكتب هاو، بدي اجي على الديباج، بلاقي في عندي ستار ديباجين وستارت ويز اوت ديباجين، وحده F5 وحده كنترول زائد F5. هلا اذا استعملت هاي شو بتفرق عن التاني؟ اذا كبست هاي حسب الكمبيوتر ما ببين بيعمل اكزيكيوشن للبروجرام ولكن بيطلع منه. شفتوا كيف؟ رح ارجع ايده ديباج كيف برمت الشاشة. طيب لحتى اقدر شوفها رح ارجع اعمل start without debugging. شفتوا كتب لي hello press any key to continue، وقف. بس اكبس حيالله كبسة بيرجع بيمشي. طيب اذا انا بدي اياه ينزل على السطر، هي اجي اكتب line يعني right line، ارجع اعمل debug start without debugging، بلاقي كتب لي كلمة hello نزل على السطر وقال لك بوس حيلا شي لا تنتقل من هالصفحة. طيب اذا انا بدي اعرف رقم كمان بدي اكتبه بنفس الطريقة، مثلا console سول دوت رايت لاين، بفتح قوسين وبقلبه بفتح 2 جيومي مثلا بكتب 123، بحط فاصلة منقوطة. بدي اعمل ستارت without debugging، هلاقي انه كتب لي اياها 123. طيب اذا بدي اجرب احتمال ثالث انتر، هلا حنبلش فيها مثلا مثل ما ملاحظين انه كونسول كتب لي اياها كونسول، شفتوها؟ اذا كتبت نقطه بياخدها وبينتقل للي ورا. مجرد ما بلش بالرايت لاين بياخدها هو دغري. اذا اخذتها فتحت قوسين كتبت فيها 123 وحطيت
فاصلة منقوطة بالآخر، وعملت debugging و start without debugging أو control F5، بلاقي كتب لي 123. طيب شو اللي بيفرقوا عن بعض؟ اللي بيفرقوا انه اخذ ال 123 هونيك كصورة، بينما هون اخدها كفاليو كرقم. طيب هل في اكتب؟ رح نكتب غلط بس لحتى نشوف الاغلاط ونتعلم من وراهم. هل انه في اكتب مثلا هلو هيك كنترول كابي، يجي هون كنترول في وشيل هول اتنين جيومي، شو بيعطيني؟ مثل ما شايفين هيعطيني ايرور لانه حاطط زيح احمر تحته. طيب اذا عملت له ستارت ويز اوت ديباجينج هيعطيني ايرور. اهم شيء اوعى تكتب يس لانه انت عم تقول له يقلع من البروجرام اللي قبل، ماشي؟ فانت بتكتب له نو وبتيجي بتقرا تحت شو عنده المشكله. عم اقول لك هون الهالو ما انا مزبوط. طب انت شو بتيجي بتعمل هون؟ لازم نحط له 2 جيوم. حترجع تمرق معنا شو اللي بيفرقوا بين بعض اذا كان في رقم او اخدها كفورم سترينج، فهو حنشرحهم بعدين. طيب اذا انا بدي احط حرف اي مثلا، هل انه لازم احطه بين 2 جيومي؟ لا، بحطه بين 2 ابوستروف، يعني هيدا حرف الاي وبعمل له start without debugging وبوصل بيعطيني الأحرف الأي.